مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح لليوم الخميس 3 نيسان. واليوم بحلقتنا إضاءة على اعتصام أمام المجلس النيابي لتذكير النواب بضرورة إنصاف الطبقة الكادحة، حفل تكريمي وإطلاق المؤلفات الكاملة لشهيد كمال الحاج تخليدا لذكرى وتقديرا لأعماله، حفل تكريم النائب السابق لبيروت وأحد مؤسسي الحزب التقدمي الاشتراكي، ونشاطات عديدة بمركز الخدمات الاجتماعية دار العجزة بطرابلس بتنظيم من مؤسسة الصفدي. أما ضيوفنا لليوم إليا أبو عاصي خريج جامعة الويزي لنحكي عن النشاط السنوي اللي رح تستضيفه جامعة الويزي، ودكتور تقويم العظام طارق توما لنحكي أكثر عن مرض الديسك. إنما البداية مع أحوال التأس، والأستاذ محمد كانج معنا على الخط. صباح الخير. نوري، هلا، كيف صحتك؟ ماشي الحال. تفضل استاذ محمد، كيف رح بيكون التأس اليوم؟ اذا فينا نعطي لمحه على الويكند. اجمالا عندنا طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، الطقس عم بيكون غائم جزئيا لليوم وضباب على المرتفعات. عندنا استقرار بدرجات الحراره، الجمعه غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحراره، والسبت غائب اجمالا بسحب مرتفعه مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره. بالويك اند ما مبين في عندنا شتاء، عندنا شويه غيم وارتفاع بدرجات الحراره، يعني الطقس اجمالا مقبول وحلو. نعم، يعني الحراره من هلا لوقتها قلت لنا ارتفاع ملحوظ قديش؟ هلا حاطيك الحرارات للنهار الجمعه بين 6 و23 درجه على الساحل، فوق الجبال من 8 ل 16، بالداخل من 5 ل 19 درجة، بالأرز عم تكون من 0 ل 9. نعم. الهواء عم بيكون جنوبي غربي نهارا سرعته بين 10 و30 كيلومتر، والرؤية جيدة. الرطوبة عم تكون متوسطة بين 35 و75%، حال البحر معتدل، وحرارة سطح المية 18 درجة. هيدا إجمالا كل شيء. نعم، شكرا لك أستاذ محمد، يعطيك العافية، نحكيكم بكرة. رح ننتقل عند بيارات واخبار الصحف. صباح الخير. صباح النور جوال لك ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا بحلقه يوم الخميس. جولتنا على الصحف بتبلش هلا. هون جولتنا منبلش مع عناوين صحيفة النهار، وبداية وضمن ملف رئاسيات 2014 العنوين لليوم فارس بويز المبدئية والواقعية. أما بالعناوين الرئيسية بصحيفة النهار، مصالحات أهلية على أرقاد متاريس طرابلس، انفراج في دفعة من التعيينات لا يتسع للنفط، والصورة عم نشوفها هي لمواطنين، مواطن من جبل محسن وهو عم بوزع الحلو امبارح على مواطنين من باب التبانة، تظاهروا ترحيبا بالخطة الأمنية يلي عم تشهد مدينة طرابلس. بالعناوين الأخرى بصحيفة النهار، سليمان يحدد مواصفات لرئيس ينتمي إلى خط الولاء للبنان، عون ينبه المستقبل إلى سلبيات دعمه لجعجع، مقتل عميد في الشرطة المصرية في سلسلة تفجيرات بوسط القاهرة، تقرير للأمم المتحدة، لاجئ سوري يدخل لبنان كل دقيقة، الفلسطينيون يلوحون بالمحكمة الدولية إذا أقدمت إسرائيل على مزيد من الاستفزازات. افتتاحية النهار لليوم بقلم الدكتور داود الصايغ حملت عنوان الرئيس في قوته الحقيقية. ودائما مع صحيفة النهار، شرعيا لبنان بات يحضن مليون لاجئ. وختاما بأخبار الاقتصاد، تداعيات سلسلة الرتب على الليرة والاقتصاد. من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير، المتاريس تتهاوى من التبانة إلى الحكومة، نوافذ مفتوحة بين حزب الله والمستقبل، قانون الإيجارات الجديد، أزمة السنوات الست، 180 ألف عائلة مهددة بالشارع، الإرهاب يضرب جامعة القاهرة، بوتين يؤكد للأسد دعم سوريا في محاربة الإرهاب، ريف دمشق ترقب لبدء معركة الغوطة، وختاما بالسفير، روسيا ترسم احتمالات أزمة أوكرانيا. من صحيفة السفير إلى أبرز عناوين صحيفة الحياة لليوم، تفجيرات متلاحقة على أبواب جامعة القاهرة تقتل ضابطا، السيسي أمن توكيلات ترشحه، والصباحي يشكو انتهاكات ويواجه تحقيقا، قتل 20 بينهم ضابط وأحد عشر من التنظيم، عدن القاعدة يهاجم مقر القيادة العسكرية لتحرير 4 من عناصره بينهم سعوديان، سماء حلب تمطر براميل متفجرة والنظام يعجز عن التقدم في اللاذقية، سليمان يشدد على أن الرئيس المقبل توافقي والحكومة تقر تعيينات، نجاح اليوم الثاني من خطة طرابلس والبرلمان يستوعب التحرك المطلبي،
ودائما مع صحيفة الحياة، كييف ستعزز لامركزية المناطق وموسكو تتفادى التصعيد مع الأطلسي. الرئيس الأوكراني المعزول يقر بالخطأ ويأمل بإقناع روسيا بإعادة القرم. أنباء عن توافق برلماني على تعيين مقرب من الإخوان رئيسا للحكومة ليبيا، اتفاق مع انفصاليي برقة لفك الحصار عن المنشآت النفطية، وختاما بالحياة، واشنطن تواصل وساطتها في الأيام المقبلة وتحمل إسرائيل والسلطة مسؤولية التعثر. إلى صحيفة المستقبل والعنوان العريض لليوم، الدولة تستعيد زخمها حكوميا وتشريعيا وأمنيا، النفط والغاز على سكة التنقيب، و66 مكرر في التعيينات، وطرابلس تحتفل بعودة السلم إليها. والصورة اللي عم نشوفها هي صورة لجنود الجيش وهن عم بيشيلوا العوائق والأسلاك الشائكة يلي كانت تفصل بين منطقتي التبيني وجبل محسن. ودائما مع صحيفة المستقبل، مجازر في ريف دمشق وحلب وتقدم للثوار في ريف اللاذقية، طهران لا نسعى لبقاء الأسد مدى الحياة. تفجيرات القاهرة تقتل عميدا والداخلية تتهم الإخوان. إسرائيل تهدد عباس وواشنطن تتمسك بالمفاوضات. نجاد نهدأ عندما ترفرف بيارقنا فوق البيت الأبيض. الحكم بالإعدام للمنظر الأول لتنظيم القاعدة في السعودية. ودايما مع صحيفة المستقبل، الرابطة المارونية، مشروع المنطقة الحرة في البترون إلى المجلس النيابي، وختاما هيئة التنسيق، البرلمان للتشريع لا للتجويع. من صحيفة المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار لليوم، عون لن أخوض معركة الرئاسة إذا أعلن جعجع ترشحه. لقاء أبناء التبيني وجبل محسن. ودائما مع صحيفة الأنوار، تعزيزات أمنية بعد استشهاد عميد في 3 تفجيرات بالقاهرة. الجربة يتفقد مقاتلي المعارضة في منطقة اللاذقية. مقتل 6 جنود بهجوم على قيادة الجيش اليمني. ودائما مع الأنوار، صندوق النقد يحذر من التضخم المنخفض في الدول الأوروبية. وختاما ورفيق خوري عنوان مقالته لليوم، حلم التقدم الإداري وكابوس التخلف السياسي. من صحيفة الأنوار إلى صحيفة اللواء، قطار التعيينات يملأ 14 مركزا واتجاه لتلزيم 4 من بلوكات النفط. سليمان يوصي الرئيس الجديد باستراتيجية دفاعية، وعون وجعجع يتواجهان في معركة الرئاسة. مسيرة عفوية من التبيني إلى جبل محسن تعيد إلى طرابلس أصالة العيش المشترك. معارك الساحل السوري تمهد لاستئناف جنيف 3. الجربة يتفقد الجبهات، و12 قتيلا وعشرات الجرحى في دمشق. قتلان أحدهما عميد بالشرطة، وأجناد مصر تعلن مسؤوليتها. 3 تفجيرات تهز محيط جامعة القاهرة. وختاما باللواء، الأمم المتحدة تسلمت طلبات الانضمام إلى 13 اتفاقية دولية. اجتماع فلسطيني إسرائيلي طارئ لمنع انهيار المفاوضات. العنوان العريض بصحيفة البلد لليوم، تجاوز عقبة التعيينات بالمحاصصة والنفط على السكة. الأسد يشيد بموسكو والعربي، فشل مجلس الأمن فضيحة. تفجيرات دامية تهز القاهرة. أحلى اعتصام أيوبي ل3 أيام، الخيام رسالة الطلاب الجديدة. ومننتقل إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريان جور، وبأبرز عناوينها لليوم، خطوة السليمين المؤسسة، أمل جديد في طرابلس، الجيش في باب التبيني من بعد جبل محسن، الموافقة على رزمة التعيينات، سلسلة الرتب والتأرجح الاقتصادي. ودايما مع صحيفة لوريان جور، 16 وزيرا لحكومة مانويل فالس، وختاما 3 تفجيرات تستهدف القاهرة. ومننتقل إلى ترجمة لأبرز ما عنونته صحيفة ديلي ستار لليوم، الحكومة توافق على التعيينات وتحدد موعدا لملف النفط. 3 تفجيرات تستهدف القاهرة ومقتل عميد في الشرطة. والصورة اللي عم نشوفها هي صور للطلاب اللي عم يعتصموا بحرم الجامعة الأمريكية ببيروت ونصبوا الخيم، وطبعا المطلب الوحيد هو تخفيض الأقساط يلي أصبحت مرتفعة جدا. ننتقل إلى عناوين صحيفة الشرق لليوم وبعناوينا، وأخيرا مياومو الكهرباء لن يقطعوا الطرقات مجددا، والسلسلة إلى الأربعاء.
حمود مدعيا عاما وبصبوص الأمن الداخلي، وحمدان لديوان المحاسبة، وضو محافظا للجنوب، ومرعي مفتشا عاما، وفاتن يونس للشؤون السياسية في الداخلية، وأبو فاضل للاستخدام، وعميل للحبوب، ودرغام للبنار، والتجديد لحايك. الجيش في التباني بسلاسة، المطارنة الموارنة، رئيس قادر وفاعل وعلى مستوى التحديات. من صحيفة الشرق إلى صحيفة الشرق الأوسط، هجوم انتحاري استهدف قيادة الجيش في عدن، مسؤول أمني للشرق الأوسط، القاعدة تستغل ضعف الدولة. المعارضة تمطر أحياءها بالهون، النظام يشعل جبهة ريف دمشق. جعجع للشرق الأوسط، ترشيح للرئاسة ليس مناورة، رأى أن قوة حزب الله يجري تضخيمها ومقاتلوه ينتقلون على شاحنات خضار. التفجيرات تهز محيط جامعة القاهرة. إلى صحيفة الأخبار وبعناوين اليوم، أسامة بعلبكي وشعرية اللوحة، ممارسات ومنخات تخلق صلات بالفنون المعاصرة. وجولتنا بنختمها مع صحيفة الجمهورية مثل العادة، وعنوان العريض لليوم اتساع دائرة التفاهمات، والصورة اللي عم نشوفها هي لهيئة التنسيق النقابي امبارح يلي تظاهرت بمحيط المجلس النيابي، وبيصور مع صحيفة الجمهورية مثل كل نهار خميس ملحق صحة وغذاء. جولتنا على صحف اليوم وصلت على ختامها، بنتوقف هلا مع فاصل اعلاني ومن بعده جولة ثقافية مع جوال، ضلكم معنا.